وللحديث عن إيقاف المنظمات الأممية عملها ووقف المساعدات عن النازحين في العراق في وقت تزداد فيه الحرائق والانتهاكات ضدهم لمنعهم من العودة لمناطقهم ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. أهلا بك معنا أستاذ ضياء. أهلا ومرحبا، تحياتي. حياكم الله. أستاذ ضياء، ماذا يعني عمليا إعلان عدة منظمات أممية وقف أعمالها في تقديم المساعدات لمخيمات النازحين بكردستان العراق؟ حقيقة هذه المشكلة يعني مشكلة كبيرة بالنسبة للاجئين، لأنه حينما تنسحب المنظمات الإنسانية من العراق بهذه الصيغة، ليست هي بصيغة مفاجئة وإنما كانت متوقعة بانسحاب هذه المنظمات لعدة أسباب، من ضمنها الأمن والأمان الموجود في العراق، وحتى المنظمات يعني فقدت كثير من عناصرها بالعراق، يعني من ناحية الاغتيال والخطف حتى بكثير من المنظمات. المشكلة الحكومة العراقية أين هي من هذه العملية؟ حينما تنسحب هذه المنظمات ماذا تعمل الحكومة العراقية؟ لأن هذه المنظمات عندها مجموعة من النازحين وأعداد كبيرة بالآلاف. هذه الأعداد من يقوم برعاية هذه هؤلاء الناس الموجودين في المخيمات؟ إذن الحكومة العراقية غير قادرة لحماية المنظمات. كيف تكون الحكومة العراقية عندها الإمكانية بحماية اللاجئين الموجودين في المخيمات؟ أنا أتوقع المشكلة كارثية والمشكلة كبيرة جدا، وهذه المشكلة حقيقة راح تعم على كثير من اللاجئين الموجودين في داخل العراق. وهذه العملية تعملها الحكومة العراقية لا توفر لهم الأمان. آخر منظمة هل هذا الإسرائيلية. هل هذا يتم بشكل مقصود سيد ضياء؟ يعني كيف نفكر به إذا ما نفكر به يعني بحسب نية؟ أنه المنظمة الإسرائيلية تقول فقدنا ثلاثة عناصر من المؤسس من المهمين في هذه المنظمة، من ضمنها مدير منظمة ومديرة منظمة. يعني هذه المؤسسات التي تفقد عناصرها بعملية اغتيالات وبعملية خطف، يعني هل من المعقول الحكومة العراقية ليس لها علم؟ أنا أتوقع أنه الحكومة العراقية لها علم، وهذه من يقوم بهذه الأعمال المسلحة ضد المنظمات الإنسانية هي مجموعة هذه الأحزاب التي تحكم العراق، وهي المتمكنة من هذه العملية بعملية ضعضعة الأمن في العراق. ولحد هذه اللحظة الأمن غير مستقر في العراق، وهم يقولون إحنا ما عندنا استعداد بعد نوفر الحماية الحماية لرعايانا الموظفين. كيف ممكن أن نعمل بهذه العملية؟ يعني المنظمات عندها أعداد بالآلاف، يعني الحكومة العراقية من أين؟ أنا أتوقع هذه العملية هي ضد اللاجئين بصيغة مباشرة وضد العراقيين بصيغة عامة. لأي هدف سيد ضياء يعني عدم تعامل الحكومة بجدية خاصة مع هذا الملف؟ لأي هدف؟ ما الهدف من ورائه؟ الهدف من عندها الاستفراد بالشعب العراقي، لأنه هذه العملية حينما تنسحب المنظمات، المنظمات لا يمكن أن تكتب التقارير الحقيقية ماذا يدور بالعراق، لأنهم كتبوا عن كثير، عن التعليم، عن سوء التغذية، عن المسائل الصحية، عن التدريس، عن الصحة. كتبت هذه المنظمات هذا الموضوع. من تخرج المنظمات من العراق معناتها ماكو هنالك تقارير ممكن أن تجبر العالم وتتضح للعالم بهذه الصيغة. العالم يعرف جيدا ماذا يحدث في العراق، بس حينما تخرج هذه المنظمات راح يكون يعني مثل الغطاء على عمليات الإجرامية التي تقوم بها هذه الميليشيات.
وبمساعدة الحكومة العراقية. ونحن نعلم أنه هذه الميليشيات تدار من قبل الأحزاب السياسية، والأحزاب السياسية تدار من طيب. قبل إيران. هذه المنظمات بما أنها يعني نزلت على أرض الواقع وذاقت ما يذوقه النازحون من عدم أمان على الأقل، لماذا لا تسعى هذه المنظمات لكشف ما يجري للنازحين أمام المجتمع الدولي، وبالتالي يأخذ المجتمع الدولي دوره الحقيقي في الدفاع عن هؤلاء وتقديم المساعدة لهم؟ المجتمع الدولي، المنظمات بطبيعة الحال لا تريد تدخل بالموضوع السياسي حتى لا تجبر، حتى لا تضايق العمل مالتها وعلى عمل الموظفين تبعها. الحكومة العراقية تعلم أنه هذه المنظمات قاعد تكتب تقارير، والتقارير قاعد تصل إلى الجهات المعنية، وهذه التقارير بصيغة أو بأخرى تجبر الحكومة العراقية على موقف أفضل وموقف حازم من قبل الميليشيات. نعم. الحكومة العراقية ليست جادة بوضعية الأمن والاستقرار بالعراق. الحكومة العراقية يعني حقيقة ليست هي مخيرة باتخاذ هذه القرار، لربما أن يكونون موظفين في الحكومة العراقية أو بأجهزة الشرطة والأمن ناس شرفاء يريدون مصلحة العراقيين، بس الجهة الأعلى من عندهم اللي هي قاعد تسير هذه المؤسسات وهي ولاية الفقيه، هي التي تجبر هذه المؤسسات الإجرامية بأعمال انتقامية للمنظمات. والمنظمات حقيقة لا حول ولا قوة لها إلا أن ترحل، لأنه الحكومة العراقية يعني الملفات الأمنية للمنظمة الإسرائيلية هي آخر منظمة خرجت من العراق، سلمت الملف اللاجئين إلى وزارة الصحة ووزارة التربية، لأنه هذن الجهتين هي هن المعنية بشؤون اللاجئين في الوقت الحاضر. ماذا تعمل؟ عندهم 100,000 لاجئ، يعني ما يقارب أكثر، يعني ما يقارب أكثر من نصف مليون. شكرا جزيلا لك، وصلت الفكرة. كنت ضيفنا عبر الهاتف من فيينا، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري، شكرا جزيلا لك.